الآن أيضا أرقام جميلة وتبرعات وبنذكرها وبنذكر أسماء يعني المتبرعين عسى ربي يخلف عليهم. تفضل يا مهندسنا مهندس راية تفضل. الله يجزاكم خير وبارك فيكم أستاذ الكريم وشيخنا الفاضل ضيفنا اليوم، حبينا نمسي عليكم ونضيفكم بدقيقتين بس لا أقل ولا أكثر. الله يحييك، حياك الله يا مهندس، حياك الله، الله يبارك فيك ونمسي على حبايبنا اللي شقناهم المتسابقين، ما نبغى نذكرهم بالاسماء لكن الله يحفظهم كلهم لهم شكر السنة، الله يحفظهم. الله يحييك يا أهلا وسهلا. شباب مرة متحمسين لك، يعني عندي بعد بارع وعندي زايد وعندي أحمد وعندي عبد الله وعندي أورنس وعندي عثمان، يعني متحمسين لك الشباب. يعلم الله منهم. يعلم الله انه اكثر من اخواني. يعلم الله، الله يطول عمرك. ما هي اخر مسجدات مهندس رائد؟ لاجل لا اطيل عليك، الله يحفظك استاذي الكريم. اول شيء ما شاء الله تبارك الله، الحركه جدا رائعه وجميله وسعداء بشوفتكم، الله يحفظك. شكرا لك. والحمد لله يعني القفزات اللي جالسه الان احنا حاسين فيها وشاعرين فيها بقدر كبير، بالذات اليومين هذه هي شيء راح نقول فوق الخيال، لكن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وموفقه الناس الباذله، الناس اللي حابه للخير، أرقامنا ترتفع بقفزات ما بقول مفاجئة، لكن الله يبشر. على ثقة إن في اهتمام من جميع القطاعات، من جميع الناس باليتيم وقضية اليتيم، هذا فضل ونعم الله بالعالمين. فاليوم الصباح احنا كان في تداخل مع حلقة الآباء وعلنا النسبة 75، لكن الآن بفضل الله الآن وصلني تحديث إن النسبة وصلت إلى 77%. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذه من الأمنيات اللي مع الأيام مرت إنها تتحقق، وصلنا 77 وهي أمنية جميلة جدا. يا مهندس رائد يعني بكل أمانة يعني شكرا لك على هذه المبشرات. طيب 77 بشوي، يعني إن شاء الله نكون متفائلين بتكفيل الوقف بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. ما علي، شوف قدرة الله ما عليها قدر، ولا الأمل بالله سبحانه وتعالى دائما يحس الإنسان أنه يبادر ويسعى لهم لما هو أفضل. وصدقني إحنا على ثقة بالله سبحانه وتعالى وبالناس الداعم وأهل الخير وأهل العطاء والحبايب الموجودين معك، وحثهم للناس بالتبرع ودعم الوقف هذا اللي هو في أطهر بقاع الأرض في المدينة المنورة في مدينة خير الأنام. الرسول صلى الله عليه وسلم أنه راح يكتمل بإذن الله قبل ما نقول قبل الايام اللي احنا يعني مخططين لها باذن واحد احد. وما بدينا الا نشكركم الوقف طبعا. يعني اعتبرني انا يا سعد القحطاني اول مره اشوفك يا مهندس، اعتبرني اول مره اشوفك واول مره اسمع عن الوقف. يعني وانا اجزم ان الشاشه عندنا متجدده، لا من ناحيه مشاهدين ولا من ناحيه متابعين ولا من ناحيه ايضا حتى يعني ناس مطلعين يمكن على الوقف. يعني الوقف ماذا يخدم؟ ماذا يخدم اليتيم فيه؟ طيب هي سات الجمعيه طال عمرك اللي تعنى بامور الايتام. احنا الحمد لله يعني عملنا مع الايتام خلال السنوات الماضيه كان عمل متجدد ومتصاعد. دائما ما نبحث عن الاستثمار في انسان حتى يكون انسان متمكن في مجتمعه ونافع لدينه ووطنه واسرته. فدائما دائما سد احتياجات الاسر هذا في يعتبر في المقام الاول، نتكلم عن المجال الرعوي. نعم. لكن حسنا الدائم طال عمرك المجال التنموي، والحمد لله احنا في تخطيط دائما ومبادرات مستقبليه للارتقاء بمستوى التنميه لدى الايتام. والحمد لله يعني حققنا قفزات جميله ورسائل لله الحمد والمنه كانت اثر للايتام في انه بيكونوا او تنقل الاسر هذه من الاحتياج الى الاكتفاء، وهذا دائما ما نبحث عنه. وتفكيرا في موضوع الوقت أن يكون بإذن الله استمرارية لاستكمال برامج الجمعية مع أهل الأسرة المباركة هذه. الله يعطيك العافية. إحنا دائما متكاتفين ومتعاونين للالتقاء بهم بإذن الله تعالى. تفضل تعمل. طيب عثمان يبغى يسأل يا أبو علي. تفضل. هلا والله يا أبو علي، كيف حالك؟ هلا حياك الله يا مرحبا. أول بداية اشتقنا لك جميعا. يا حبيبي الله يسعدك، ما شاء الله اشتاق لك والله. ثاني شيء بسألك عن أمور التطوع في الجمعية. جميل. هل المجال مفتوح يعني على مدار الايام؟ الابواب مفتوحه على مصراعيها لجميع المتطوعين بلا جنسين، سواء كان بنات او اولاد، وبالعكس هم راح يكونون باذن الله يتركون اثر في الاسر هذه. ان شاء الله انا عن نفسي بكون متطوع ان شاء الله بعد البرنامج. يا سلام يا سلام. احنا سجلناك من قبل ما تتكلم اساسا. يعتبر ايضا نفسه الان في الوقت الحالي، انا اعتبر جميع الشباب الان متطوعين في امر بالضبط. الجمعيه، ولكن باذن الله في الايام القادمه ان الله اعطانا عمر ومدنا بالصحه والعافيه، ان احنا نتذكر هذه اللحظات، أن من كان سبب بعد الله سبحانه وتعالى وبناء هذه يعني لبنات هذا الوقف
هذه الوجوه الطيبة، الشباب اللي سعوا في خلال التسعين أو المئة أو عشرين أو المئة يوم في هذا البرنامج أنهم كانوا يحثون وكانوا يعني يصيحون بأعلى صوتهم حتى يكتم هذا الوقف. بإذن الله يا أبو علي إحنا نسمع مبشرات لهذا الوقف ونرى على أرض الواقع من الأيتام اللي يعني يستفيدون من برامج هذا الوقف، أن نرى المهندس والطيار والحافظ قرآن الله واللي إمام مسجد واللي يعني يكونون أناس يعني إيجابيين في حياتنا وفي مجتمعنا بإذن الله يا أبو علي. بإذن الله بإذن الله تعالى، وهذا يعتبر بالنسبة لنا طموح، وبإذن الله راح يحقق هذا الطموح قريبا إن شاء الله. بإذن الله يعطيك العافية، شكرا. شاكر لكم المداخلة هذه، سامحونا قطعنا عليكم الحلقة. الله يعطيك العافية، شاكر ومقدر لكم. الله يعطيك العافية، وبإذن الله نحن نستبشر وبإذن الله أنها تتحقق، بما موضوعنا اليوم عن الأمنيات، أن تحقق أمنيتنا من هذه الأمنيات في هذه الدنيا أن يكتمل هذا الوقف، وأن نسجد لله شكر وتوفيق، وأن نزور هذا الوقف، وأن نرى يعني من استفاد من هذا الوقف، وأن يعني ندعو للشباب اللي سعوا له بكل أمانة. تحياتنا وأشواقنا لك يا مهندس. أنا أعيد طبعا شكرا للمهندس على مداخلة الحلوة واللي فرحتنا، نحن وصلنا إلى 77%. يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا الأجر، يا رب أنت الكريم، يا رب لا تحرمنا هذا الأجر. والله ما نعلم من كان السبب في يعني من لي نفسه طيبة وصالحة وجعلت هذا الوقف يكتمل إلى وصل 77. اكتمل الوقف الأول، في واحد منا ولا كلنا ولا سعينا، لكن الله سبحانه وتعالى كريم. الخير يعني مهم محصور على واحد، كلنا هذا هذه يعني نفس البشرية تسعى لفعل الخير. الله يجعل ربي يرينا نتائجها في الدنيا قبل الآخرة، قولوا آمين. بكل أمانة يعني أنا ودي بس أكون يعني نذكر لكل من يعني شارك معنا في هذا الوقف، وصلتني يعني أسماء